الكل يحاول يسجل الهدف في النص ولا يمين ولا يسار داخل المرمى، ما العكس، فأنا مهمتي تختصر أن أحاول أقفز فوق هذه العارضة، فوق ارتفاع الجول اللي معروف فيه 245، وهذا الرقم العالمي لمسابقة الوثب العالي لتخصصي. فكان عندي حلم أنه أنا يوم لازم أوصل للأولمبياد. شعور صراحة ما يوصف. أنه طبعاً على منصة الأولمبياد تشوف العالم من يرتفع وتشوف الجمهور يصفق وانت لحظة تتويج وخدت الميدالية. كل لاعب يوصل مرحلة فأنت مش تمثل نفسك، مثل الشعب، مثل أرضك، مثل دولتك، مثل أهلك، مثل دينك. فدائماً هذا الشيء يكون معي في ذهني، مثل الأرض، مثل الشعب. فدائماً أحاول أطلع هذا بأفضل صورة ممكنة. الصراحة يعني الشعور ما يوصف. يوم حققت القفزة 243 وكانت ثانية أعلى قفزة في التاريخ. اليوم الثاني طبعاً قعدت أفكر، قلت إحنا قفزت هذا الارتفاع، ويعني التعب اللي تعبته كلها هذا راح، تعب السنين، طبعاً السفر، طبعاً تقريباً 8 شهور ولا 9 شهور تقريباً في السنة أنا خارج البلاد بعيد عن أهل وأصدقاء. بس الحمد لله رب العالمين بعد النتيجة وأنت تحقق اللي تعبت، طبعا هذا كله راح يروح والتعب راح يصير راح. الصحراء معروف هذه ارضي، احنا طبعا في الخليج طبيعتنا صحراويه، تحس انك ترجع نفس ما تقول، ويعني نفسي ذهنك نظيف يعني خالي، تقدر تعبر عن نفسك وشخصيتك وما تنسى طبعا من وين كان اجدادنا قبل، يعني مثلا ايش اللي صار لهم وايش المثل والاشياء اللي تعبوها، لان هذا الشيء اللي وصلناه اليوم. فيوم تروح هناك وترجع تكون انت انسان جديد. هنشوف قطر أسباير، هذه تمثل أرضي.